شو بعمل يا خيي؟ عم قول لهم جيبوا لي دواء لامي، خذوني يا خيي، خذوني اقتلوني بتقتلوني، اعملوا اللي بدكم اياه، بس بدي دواء لامي، انا بدي دواء لامي ولبي. نحن منترجى المعنيين انه يعطونا الدواء، نحن حياتنا معلقه بالدواء، في دواء منعيش، ما في دواء مش بس منموت، منتعذب تنموت. عن مئات من الأدوية يلي رح تكون غير موجودة بمستودعاتنا، وعم نحكي عن مئات الألاف من المرضى اللبنانيين يلي رح يكونوا ما رح يلاقوا هذه العلاجات الأساسية لألهم. كارثة، يعني كهرباء بتصبري عليها، أكل بتصبري عليه، بتاكلي حيالله شيء، بس دواء إذا واحد ما أخده بيموت، ما بقى فيها حاجة، ما فيها حكي. يعني من أول ما بلشت الأزمة كل حبة مزيحة قصمها اثنين، أقسمها اثنين لا أقدر أكفي بعلاج أو بأدويتي. يا حرام هيدا الصبي سمعته فيه؟ توفى من يومين بزحلة، يا الله شي بيقهر. بس لاقي كيف توفى؟ ما لاقيوا له الدواء، الدواء القلب ما لاقيوا له إياه، عمره 18 سنة. الله يجبر الجبارين. هلا عندي بعثوا لي واتساب اليوم من مردف، بدنا نروح نجيب 6 علب حليب. بعثي لي الله لبعث لك اللوكيشن والرقم. وفي مدام كمان بالورقه عندها ادويه كثير مهمه ومطلوبه. طيب كمان بعثي لي. اي وبس كمان وحده ثانيه بالورقه عندها بنادول للاولاد. We'll be right back.
السكر قد في نقص بالادويه. انا كثير بركز عليهم، انا كثير ببرم شوف مين ناقصه دواء مين بقدر ساعده. يعني كل ما يبعثوا ادويه اول شغله انا بشوف النقص اللي تحت للعساكر. حتى ولو مش كتار يعني 10 علب من علب قد ما هني. بتعرفي الولد عم بينام بلبنان بدون ما ياكل حليب. هلا في ادويه حكينا لغيد من شهر، قلنا شو الادويه الاكثر شيء عم تنطلب منكم؟ خلينا نقول له يركز شوي على ادويه السكري، ادويه الاعصاب، القلب، كثير في الضغط، في الانسولين، الام الانسولين كثير مطلوبين. رغيد في شغله مطلوب مني ادويه كثير بحاجه لها وما عم لاقيها، بدي ابعث لك لسه فيهم بليز اذا فيك تقدر تامن لي شيء منهم. العالم كله عم تطلب حديد يا عمي لانه العالم ما عم تلحق تاكل شيء مغذي. ايه مزبوط. تخيل الناس عم تطلب صار فيتامينز. بدها تكون الوصفة الطبية الموحدة مع الهوية. اوكي لحتى نعطي الدواء. ما شاء الله دواء هيدي الصيدلية اللي بتشتغل عليها، هيدي الصيدلية بتحضر منا للعالم. ايه بس هي الصيدلية الصغيرة قد ايه عم تساعد ناس؟ هيدي صحيح صغيرة بس عم تساعد ناس كثير. مفعولها كبير. مفعولها كبير. كمان عندي كاتيونور، هيدول قطرة للعين. هلا بشوف لك اذا عندي شيء ثاني. فلاي دبي عطي لرغيد حمود فري ويت على لبنان ومع فري تيكت، يلي بده يودي الدواء على لبنان جايبه بيعطيه فري تيكت وعم بيسهل، بينما بلبنان لما توصل على مطار لبنان شوي عم بتعرقل الدولة، في وزارة صحة، في جمارك، في ما بعرف شو، انه توصل للمرحلة انه هاللي عم بيجيبوا الشنط من الطيارة لقلب المطار يسرقوا كيس الادوية. انا نزلت على لبنان وشفت الوضع كمان هيك عم بقول لك، لا انت ولا المجموعه كلها توقف لانه الوضع فعلا مزري ومتعب كثير للناس، ما عم تقدر تلاقي حبه دواء. صحيح التعب كله اللي بتعبوا بس شوفكم انتوا شو عم تعملوا وقديش مندفعين وعم تساعدوا الناس ومن كل قلب كبير، صدقوني انا هذا الشيء بيعطيني دافع اكبر اني امنكم دواء وببعث لكم اياه.